والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نخلد اليوم ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة التي شكلت مرحلة فاصلة على درب تحقيق الاستقلال. وبنفس روح التضحية والتضامن تم استكمال الوحدة الترابية، وتمكننا خلال السنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. عمل على أراضيه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من المشاركة من الشراكة المغربية الإسبانية في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة. وجيبوتي وجزر القمر التي فتحت قنصليات بالعين والدخل. وتشمل هذه الدينامية أيضا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها بفتح قنصليات في الصحراء المغربية. وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا في مختلف القارات، ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء. ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من 5 ملايين إضافة إلى مئات الآلاف من جهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم. إسبانيا الإنسانية والاعتزاز بالانتماء للمغرب لا يقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين لنجاح مشاريعهم الاستثمارية. صحيح أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج، سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو عبر مختلف أنواع الشراكات لتعطي أفضل ما لديها لصالح البلاد وتنميتها. والشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين كثيرة في أرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. النظر في نموذج الحكامة الخاص بالمؤسسات الموجودة وقصد الرفع من لجأتها وتكاملها. ورحمة الله تعالى وبركاته.